يمكن يزعل منيش الناس انا دي انت سمين قرطة راجلي راجلي تشوفني تغلط راجلي شوف تبارك الله. السلام عليكم خوتي، حنا تنتواجدوا في المطار ديال بولونيا باش نمشيو للدار البيضاء ان شاء الله كازابلانكا، ولكن الطيارة تعطلات وبقى الروطار بقى ما تحركاتش هذه ساعة وحنا باقيين في الطيارة مخدود علينا، وكاينين شي وحدين نايضين كيغوتو لحقاش تقريبا ساكن بليين هو وتميم وما خلاهم حتى شويه حد قال لهم لا ما تهبطوش من الطياره، ولكن سمحوا لي خوتي نقدروا نقولوا 5 دقائق ديال الروطار، 10 مينيت ديال الروطار، 20 مينيت ديال الروطار، ولكن ساعه ولا ما عرفت ساعه ولا 10 دقائق حنا مسدود علينا هنا في رويال اير ماروك راه فريمون بزاف سي با. المهم حنا باقيين هنا في الطياره قالوا لينا 5 دقائق تقلع كل شيء طالع وكل شيء هادي وقيلة تتبان لي غادية انا كتبان لي يمكن الجناح غادي. المهم راه شي وحدين مقرب لينا هنا قالوا ليهم حنا بغينا تخنقنا بغينا نكميو هادي ودابا كنتمنى ان شاء الله تقلع خلاص حقاش حتى انا مبقيتش قاعده نصبر راه ساعه ونص تقريبا وحنا مسدود علينا هنايا ما عرفت مالهم. قالك ما خاسره ما حتى شي حاجه، قالك غير دايرين زوطار وصافي حيت الطيارات بزاف محلقين في السما وما بغاوش خصهم يعطيوهم واحد شويه ديال المسافه عاد باش يحلقوهم، وتنظن صافي دابا راه واقيله غادي تبارتي دابا. المهم خوتي يلا تنشوفو ان شاء الله في المغرب في المطار ديال المغرب محمد الخامس، وان شاء الله ندير لكم نكمل لكم فيديو تما، وتنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير وان شاء الله تشوفونا في المغرب. راه قلت لكم مفاجاه، هذه هي المفاجاه قلت لكم البارح، قلت لكم راه غندير لكم واحد المفاجاه وهذه هي المفاجاه اني جايه المغرب ان شاء الله حقاش هكا باش نحس بالنعمة ديال المغرب وداك الجو ديال المغرب وكلشي ديال المغرب. يلا خوتي المهم نخليكم حتى نوصل المغرب وندير لكم فيديو باش نكملو اللقطات كلها. السلام عليكم كاملين. ايكو خوتي من بعد المطار راكم شتو العذاب ديال المطار اليوم، الطيارة دارت الروطار وصلت معطلة، وصلت المعطلة لكازا، من بعد خديت الطوموبيل جاب لي السيد وجيت لمراكش بغيت نرتاح شويه، جيت لواحد لوطيل خديت شومبر جينا لمراكش نرتاحو شويه انا وراجلي عاد باش غدا ان شاء الله ولا بعد غدا بغينا نرتاحو شويه مراكش. مراكش عزيزه عليا شحال هذا ما مشيت ليها، ومن بعد ان شاء الله نمشيو للرباط نمشيو للدار ديالي. واش غنقول لكم دوزنا واحد اللحظات زوينين في حق ارتاحينا نفسانيا، خدينا واحد سميتو خدينا واحد نهير ولا جوج هنا في مراكش نرتاحوا فيه شويه، نديرو شويه الساونا، نمشيو للحمام انا ونزار. هاد لوطيل فيه كلشي، فيه اي حاجه، كلينا ارتاحينا باش ناخدو الصحه ديالنا من بعد بزاف القال والقيل. ما بغينا نشوفو حتى مع شي واحد، بغينا غير ارتاح انا وراجلي وصافي. من بعد ما طرجيت نعست شويه ارتاحيت كلينا صافي، وحنا خرجنا شويه نشمو ريحه الهواء هنايا جالس انا ونزار، والحمد لله وصلنا بخير، كلشي داز زوين، كلشي داز بخير، غير الطياره دارت شويه الروطار حيت من بولونيا مشات معطله، ولكن داز كلشي الحمد لله على ما يرام. هادشي اللي كاين خوتي، وغدا ان شاء الله تشهيت نمشي لهداك العود اللي في مراكش، هذوك الكراكش ولا العود ما عرفتش كيقولوا لي، غضحكوا عليا لحقاش ما عمري ركبت فيه، باقا نعقل اخر مره ركبت فيه هي ديك المره ديال الرحله، كنت في كنت تنقرا في السيزيام اني ومشينا وداك الشيء
صافي وركبت فيه وانا نطيح في واحد البير في مراكش، دونك طلعت في بير وجبدوني. كانت عندي انا نقول لكم كانت عندي 16 عام، من تما تعقدت من مدينه مراكش، ما بقيتش كنحملها. وليت اللي قال لي مراكش كان تندنكي وتنتخلع وداك الشيء، لحقاش طحت ليهم في واحد البير. كنت بغا ندير شي تصويرات وصحاباتي يصوروني، وواحد الثقبه كان في الربيع تنصحاب الربيع وداك الشيء، وانا نخشي رجلي وانا صدقت في البير، جبدوني لا اله الا حقاش. انا سبحان الله شي حوايج وقعوا لي من كنت صغيره، بحال شي مش وعدو سبعة الرواح. شحال من مرة تكت غنموت، طحت في بير، طحت واحد المرة في متمورة، طحت واحد المرة من فوق العود، طحت تحسك ليا ايدي الباب ديال الطوموبيل، وسبحان الله ما تتوقع لي حتى شي حاجة. حقاش انا ماشي انسانة عادية، انا معايا الناس ديالي وداكشي تيحميوني، وحاسه بهادشي. المهم نتوما غتجيكم بيزار، تقدر تضحكوا عليا تقدر هادي، ولكن انا حاسه بداكشي اللي عندي لداخل يعني تيحميوني من اي شر. واخا يتفق عليا الجن والانس باش يضروني، ديما هادوك تيحميوني. لحقاش انا تنامن بالله ونبي رسول الله، ولكن عندي ناسي كيحميوني والحمد لله. يعني انا حاسه بهذاك الشيء، ما غتحسوش بيه نتوما. صافي هادشي اللي كاين خوتي، شنقول لكم والله واحد الجو زويون هنايا، راحت البال بعيد على القال والقيل. حقاش عينا من قال وقال، وجيت المغرب لاني توحشت الدراج لي الزويون، وجيت نشوفه. ودابا حنا مع بعضياتنا وبخير الحمد لله. يلا خوتي، المهم تنشكركم بزاف، ميرسي بوكو، يلا الله يعاون. السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الناس ناعسين وانا ونزار كندورو في لابيسين، واش ندورو ما جيناش النعاس بحال شي حماق جوج، ما جيناش النعاس والو، تنعاون الناس والو الناس ما بغاش يجيني. تنطلعو الفوق تيجينا ما تيجيناش النعاس، انا هو نهبطو لتحت والو النعاس ما جيناش، لا انا لا هو. ياك نزار ما جيناش النعاس انا ليك. انت سمعني قرطاس راجلي، راجلي تيشوفني تيغلاض، راجلي شوف تبارك الله ومازال تشوفو يغلاض، عاود تاني تيشوفني كيغلاض. صباح الخير خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يلا فقنا من النعاس، دابا غنمشيو نفطرو، نمشيو نفطرو انا والنزار ونرجعو. باقي فيا النعاس ما نعسش، غنمشيو نفطرو ونطلعو نعسو، لحقاش باقي فيا النعاس من البارح ما نعسش. كنت نتسنى فيه خرج، يعني ما كيبغيش يخرج من الدوش. مشكلة هادي، ما كيبغيش يخرج من الدوش. نايت لاسانسور بالمجان، ما كيبغيش يخرج. مشكلة هادي. نزار يلا خرج تسد هاداك. عندي طالع لي الدم، ما بغيش يفيق. قلت لي غادي تفيق ولا غادي نرجع للطاليان، هو يفيق. فقتي ولا ما فقتيش؟ هكاك اللعب هذا، نقدر نمشي نلعب. يلا من بعد خوتي.